في يوم من الأيام استيقظ الشعب المصري لقى إنه رجال الشرطة لقى إن سحب الدخان بتتصاعد من كل مقرات مباحث أمن الدولة على مستوى الجمهورية أو على بنسبة كبيرة منها. فقالوا لهم الله إيه ده؟ فاتضح أن رجال أمن الدولة اللي هم موجودين زي ما هم ما تغيروش، بس بقى اسمهم اسم تاني، إنما موجودين، هم ماتوا، هم أقيلوا، هم أخدوا أجازة حتى بدون مرتب، موجودين. هي الفكرة مش في تغيير الاسم، الفكرة في إنك تغير الشخص الظالم اللي كان بيذل أعناق الطالب من سن 18 لسن 22 سنة ويتخرج مكسور جاهز. اللي حصل فوجئنا بأن رجال أمن الدولة هي التي أحرقت مقرات أمن الدولة وأحرقت المستندات اللي في أمن الدولة، وحرقتها عشان ما يبقاش فيه مستندات على حد، وتطلع أحكام الجنايات براءة 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 براءة، ولسه ما شفناش حاجة كمان.